اليوم في كومبيتيشن طبخ في ثلاث فرق داليا وسليرا و الاستاذ ربيع و ليونا. ربيع شو عم تعمل انت وليونا؟ لان كل واحد طلع له شيء. انتو شو طلع لكم بالباكج اللي اخذتوه؟ و وكون ودارك شوكليت. فطلع لهم صدر دجاج ودرا وشوكولا ولازم يعملون بطبخه، فهن عم يعملون هلا بطبخه. داليا شو طلع لك انت؟ انا سيلينا باينابل شريب وافوكادو. بدهم يعملوها بطبخه كمان. سابين والبرتو شو طلع لكم؟ انتوا لحمه وطلع لكم رايس نودل وشو كمان؟ وموزي. بدكم تحطوهم كلهم بقلب طبخه وضلكم معنا. انا الحكم هلا بعد ساعه بنعمل تيستينج وبنشوف مين ربحان. وين راحت البنانا؟ وين البنانا؟ باللحمه. سو لحمه مارينيتد ببنانا واين. والله لازم ارسي فيريل قبل ما نسافر. فيها مستشفى. هلا ليوني ليوني وات يور ما عم تشتغلي؟ ما عم بشغلك ربيع؟ لا حضرت كل شيء. بس ربيع الوحيد اللي هيك يعني حاسه على رواق اعصاب رايقه. بروفيشنال ربيع. ذات لوك فرجيني شو طلع. اوه كامين اب نايسلي ويل دان. هيك لنروح نشوف الصبايا. داليا داليا هدول شو هول مع الشريمب؟ انا ايه عم بعملكم. يلا بس انت يو شود ستارت كوكينج. يو فيري ليت. شو بدكم؟ شو بدكم؟ يو فيري ليت. سيلينا طيب ليت سيلينا تشوب اند يو جو. لا هدول عم بدمعوا شوي. فرح نعملكم هيك شوي فيوجن مع شريمب وبينابل وهيك. عرفتوا هيك قصص هيك؟ بتشيع اشعاراتك بس انه اوكي. بوصل الاكل على شعراتك. عجقت على الفرن 50 واحد عم بيقلي وشفي. حبيت الووك انه كلكم ما قبلانين غير ما تطبخوا بالووك انه على الايجن. ايه على الايجن مش قبلانين بالمقلي العادي الا ما يشغلوا الووكس. برافو. هيدي شو هيدا شيف؟ جينجر اند جارليك مع البانانا مارينيشن. يا الله في ارسه فريل. في بيسكوبان بالبيت. جيبي له طوب. حطي له طوب. زعي له الطبخه. داليا هاو از ات جوين اون؟ فيري جود. Oh, I can see your dish is coming out nicely. شو مرتب شو حلو. سابين شكلك مأخرة. بعدين هول انسلقوا لازم يكونوا فرايد. انت طالعين مسلوقين. هون ماي ريز. ماي ريز. اه يور ريز. ليونا شو هي؟ ما عم بعرف شو عم تعملي؟ ما بعرف شو قال لازم تسوي. انت بس يعني اسيستنت. بنشيلهم مسلوق. شو؟ قولي له شو اسمها؟ شو اسمها هي؟ هون بدي يجي الشوكولا حاسس انا. ايه الشوكولا ها؟ وقت ربح البرتو وسابين. فجينا شو طلع معكم؟ اول ناس بتخلص البرتو وسابين. في علامه على الوقت بتاخذوها انتم وفي علامه على البرزنتيشن. ايوه ما فيني اعطيكم اياه شيء هلا قبل ما يخلصوا كلهم برزنتيشن. ربيع خلص ثاني واحد. لا 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 هيدي البرزنتيشن تبع ربيع. انا مش عارف الدش بعدين. اوكي هلا التيستينج ببلش معنا ليونا. هلا كل واحد بيحط الدش وبيشرح لي عنه. اوكي تفضلي. اول شيء ليونا. اوكي اوه اول رايت ذس از ليونا. ام جاست شوينج ذا برزنتيشن. سوري. هاي ليونا وربيع. هوني داليا بليز انت. اوف ها هيدي داليا. وين البرتو؟ هيدا الشيء الصغير البرتو. حبيت. اوكي وير غانا ستارت ذا تيستينج وذ ليونا اند ربيع دش. اوكي اند اشرحوا لنا عن البليت تبعكم. انا وعم دوق اشرحوا لي. What the name of this plate? ما بعرف. هلا بني عم حط. هذا تشيكن ليون بار. تشيكن ليون بار حلو. شو فيه؟ تشيكن. فيه تشيكن فيه. كيف عملتوه؟ تحمولي. شو عملتوا بالتشيكن؟ بدكم تشرحوا. التشيكن حطينا له بيض وحطينا له طحين والفليفر اللي ما فينا نخبرك اياها. والكورن حطينا له شوكولا دارك شوكليت. حطينا له سينمون وحطينا له زبده وملح. يا اوكي. ويت ليه؟ شوفوا البرزنتيشن از نص نص. نوت باد نوت بيرفكت. هاويفر تيست التيست so good. الشوكولا از اوفرويلمينج يعني غالب كثير. كان لازم بالصوص يا تهرموا يعني تطحنوا الكورن مع الشوكولا لتصير مثل دب وتحطوه على جنب وتكسروها بشويه مثلا ملح زياده بابريكا زياده سمثينج ليعطيها هيك وتزيدوها يعني ناشفه. انت اكلت وحده بدك تاكل وحده ثانيه ناشفه شوي. انا لقيت الطبخه ناشفه. الصوص لازم تكون مرقه اكثر لحتى ما تنشف. هلا هي اعطينا رايك.
good, dad. It's good. You know, dollar. ما عم بستطعم بالدجاج. الشوكولاتة لازم ينخلط مع خضرة مثلا بصل تقلي له بصل كذا وتطحنها تعملها صوص مرقة وتحطهم على وجهها وتعملهم دب. على كل حال اللي بقلكم اياه انه الكرياتيفيتي وال يعني انه كنتوا شو بقولوا عندكم جرأة جرأة يعني بال بال بالريسيبي برافو. ما رح اعطي شيء هلا كومنت, خلينا ندوق الباقيين ونعطي بالاخر العلامات. البرتو سابين بعرفه هيك عم ترجف ايده البرتو معصب. اوكي هلا البرزنتيشن مجبور لكم شوي ديسابوينتينغ لانه من ناحيه اللي هذا ما عملتوا افور صراحه, كبوتوه ببول هيك عاده يعني لما يكون عندك شيء حابب تظهره ما تحطه كتير ببول الا اذا كان بدك تعمل على الوجه ديكوريشن which is you didn't do so it's a bit disappointing. اشرحوا لي عن الدش انا وعم باكل. اوكي اتس ستير فرايد رايس نودلز with beef marinated in wine and bananas. اه بنانا عملت على المارينيشن البيف او حطيت وين. So it is an Asian dish, يعني. Yes. To be honest, I cannot taste the banana. That's the whole point. I did everything I can to overpower the banana. Hey, مزبوط بس. I had to use it. I didn't have to be. Solid banana taste. Yeah. بس البنانا فهمين. بس نحنا بقانون الطبخ إذا ما عم بتحط salt و pepper و paprika. هدول قصص إيه ما في لزوم يعني واحد يشوفهم أو يحس فيهم differently. لما يكون عندك certain ingredient either you need to see it or you need to really taste it it's gone صراحة يعني with or without banana I'm not sure if your dish would have been changed. بس الحلو إنه it's juicy not very dry and at the same time not very saucy. I like the taste. I think it lacks a little bit of zestiness يعني مثلا كان فيك تحطوا بصلي more visible. It's طبخت كتير البصلي. I think you should have added like green onions, you know, to give that color because the color is gone. It's too brown. If you look at the dish, it's like one flat tone of colors. So you needed to give it some color, maybe red pepper, bell peppers, and some green onions. However, the taste is very good. The balance of moisture and crunchiness of the meat is tender. The presentation could have been better. Bravo! We have the team Dahlia and Selena. So what did you prepare for us? Explain to me while I taste your food. So we basically did rice with like like sticky rice with corn. And then we did this little like vegetable thing with like... It's stir-fried rice. Yeah. Yeah. And with shrimp, pineapple, broccoli, onion, like sweet and sour sauce mix. And like it's basic Chinese. Okay. Above our sticky Asian, rice. Actually, yeah. Oh, Asian. Let's call it okay, Asian. Yeah. Above our sticky rice. And yeah, and with some avocado slices. Look, look at the big version. Look at the it's big okay. version. No, no, we have to judge this one. We have to judge this one. Okay, how? Basically. See, you ate a lot. I think your presentation is the best. Now I can give a judgment on presentation. I think Dahlia has the presentation, although you were late on time. Yeah, I'm sorry. Now, when it comes to the dish itself, I think you should have more flavor. No, you didn't do the rice properly. The rice you have to wait until the egg becomes solid and completely dry before you mix it, because now your rice is too eggy. When you only taste the egg in the rice, you don't taste the other soy sauce, etc. in the rice, and it became too mushy and too eggy. So I think you missed on the rice. However, the overall bite, when you put everything into the bite, it kind of works fine. So well done. At least you did it correctly. Honestly, I like the dish. Okay, this is just a comment for next time. Yeah. But the dish in general, I like it. Give yourself a big clap. The verdict. Time-wise, Alberto won. Rabia 0.5 Leona and Dahlia and Selena 0. Presentation wise, Dahlia gets the 1 full grade. Rabia gets 0.5 and Alberto of course the 0 al presentation. من ناحية التيست, Rabia gets a 0 and Dahlia and Alberto get a 0.5 each. So we have a tight at taste. Bella, sorry, 1. You're taking a 0.5 in Bella at taste. It's not 1, 0.5. So total, you will have 1.5. Rabia 1, Udalia 1.5 point. So into Udalia, you are a tie.
فهلا we need to do some things to split you. Dessert. تفضل شو حابب تقول؟ بغض النظر عن النتيجة ونحن بنوثق فيك بالأول. بس مين أكل أكثر؟ هيدا هيدا اللي أنا عملته ما بعرف شيء. في هول فرمتين هلا بعطيهم للضلع. مزبوط. في هيدا وفي هيدا. صح. وهيدا ببيع أكثر يعني بعدين. صح هلا ما بخفي عليك إنه هيدا أهون أكله لأنه بسموه هاند فود لا ماشي. ليك شو قوي تطلع بالشوكة. Sorry, but the verdict is final. Now we have to see who's the final winner because you need to have a final competition. What?